تفاصيل جديدة بشأن سقوط الطالبة سهيلة من أعلى دار المغتربات الإسكندرية. يعني يا فندم لو واحدة بتترمي من الدور الثامن هتنزل إزاي؟ هتنزل جيلي، ما أختي ما فيهاش عظمة مكسورة، وقالوا لنا إن أختي وقع على ظهرها فقرات أختي كلها سليمة. اليوم لسه الغموض بيحيط بوفاة سهيلة نصر طالبة الطب بجامعة اسكندرية. سهيلة نصر توفت أثر سقوطها من الدور الثامن من أعلى مدينة الطالبات في مدينة محرم بك التابعة لجامعة اسكندرية. أثارت سهيلة حالة من الجدل كبير على السوشيال ميديا، ولسه محدش عارف هل اللي حصل ده كان بفعل فاعل زي ما بتقول أسرتها، ولا هي خلصت على حياتها بسبب سقوطها في بعض المواد. ولسه تحقيقات مستمرة لكشف اللغز ده وللتأكد من وجود شبهة جنائية في الموضوع ولا لا. سهيلة نصر عندها 23 سنة وبتقيم في مركز أبو المطامير التابع لمحافظة البحيرة، والغريب في الموضوع إنها أصلاً ما كانتش مقيمة في المدينة الجامعية اللي لقت مصرعها فيها. فيا ترى فين الحقيقة؟ إلا أثار الجدل أكتر لما نشرت أختها منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت فيه أختي ماتت بفعل فاعل، والطب الشرعي قرر وجاري البحث والتحقيق وحقها هيرجع، وأي حد يقول إشاعات حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وكمان أكدت من خلال مداخلة هاتفية وقالت أختي ما فيهاش عظمة مكسورة، أختي حد موتها ورماها في جراش البيت، ولو واحدة بتترمي من الدور الثامن هتنزل ما فيهاش عظمة مكسورة وكلها سليمة، والهدوم اللي كانت لابساها فيها شد وقطع في الهدوم من الجانب الأيمن، ومعنى ذلك إن حد شد سهيلة وعمل فيها حاجة وقتلوها. يعني يا فندم لو واحدة بتترمي من الدور الثامن هتنزل إزاي؟ هتنزل جيلي، ما أختي ما فيهاش عظمة مكسورة، وقالوا لنا إن أختي وقع على ظهرها فقرات أختي كلها سليمة، وأختي الهدوم اللي كانت لابساها فيها شد وقطع في الهدوم من جانب الأيمن، معنى ذلك إن حد شد سهيلة، حد شد سهيلة وعمل ساخرة وشها، قتلوها، قتلوا سهيلة. وقالت كمان انهم عايزين كل اللي ذكروا اسمهم وكل اللي ليهم علاقة بسهيلة يتم التحقيق معاهم، لعل حد فيهم يقول حاجة ممكن توصلهم للحقيقة. ولكن هما مش بيتهموا حد، وشددت على ان اختها ما انتحرتش وفي شبهة جنائية في الموضوع. وكان في اتهامات موجهة لاحد صديقات سهيلة نصر تدعى اسماء السيد، وانها هي اللي استدرجتها لدار الطالبات والقتها من الدور الثامن. انا اختي اصلا سكنت في الدار دي شهر من سنتين وسابت الدار ومشي، ودماغ بصي دماغ مختلفة جدا عن اي بنت في سنها، حد عائل، حد محترم، حد يعرف ربنا قوي وما بيسيبش فار. لو التليفون وقع من الدور الثامن زي ما بيقولوا، اول حاجة يعني الازاز بتاع الكاميرا هيتكسر، هي الشاشة والظهر متكسر كأنك كده لو مؤاخذة جايب شاكوش ومدقدق عليه. ولكن أسماء السيد ردت على الاتهامات دي من خلال منشور كتبته على الفيسبوك وقالت فيه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكمان قالت أسماء إنها مش هتسامح في حق الاتهامات اللي تطولت على سمعتها وسببت أذى نفسي ليها والأهلها، وقالت حسبي الله ونعم الوكيل وعند الله تجتمع الخصوم، ادعوا لسهيلة، ادعوا لها ربنا يكون أحن عليها من الدنيا، وادعوا لي. ما حدش عارف فين الحقيقة، ولسه التحقيقات مستمرة. البنت اللي زي القمر اللي قدامك دي أصحابها رموها من الدور الثامن في الكلية في جامعة اسكندرية. سهيلة نصر هي طالبة بالفرقة الخامسة كلية الطب جامعة اسكندرية. سهيلة اتخانقت مع زميلتها في السكن في المدينة الجامعية، قاموا رموها من الدور الثامن، وده على حسب كلام أختها واحدة من صحبتها. يا جماعة هل ممكن ده يحصل فعلا؟ ان توصل بينا الدرجة ويوصل بينا الحال اننا نرمي حد من الدور الثامن في الجامعة او في اي مكان؟ وان شاء الله بإذن الله هنشوف الاخبار اللي جاية او الساعات اللي جاية هتقول ايه، وطبعا القانون هياخد مجراه ضد اي حد. بس يعني معرفش انا ليه يحصل كده وليه يتم كده. يا ريت كلنا ندعي لها بالرحمة والمغفرة، وندعي ان ربنا يصبر اهلها ويلهمهم الصبر والسلوان. رحم الله سهيلة نصر وأسكنها فسيح جناته. شاركونا رأيكم، هل تتوقعوا اللي حصل لسهيلة نصر فعلا بفعل فاعل؟